السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مع الناس. ويسعدنا دايما ويشرفنا أن يكون معنا الدكتورة نيفين مختار الداعية الإسلامية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. النهاردة بنتكلم عن حاجة الناس للعبادة. ربنا بيقول لنا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ربنا بيقول لنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن العبادة دي حاجة مهمة جدا جدا في حياة الإنسان، وزي ما علمونا العبادة هي عبارة عن طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. لكن هو ربنا سبحانه وتعالى بالتأكيد غني عن خلقه، يا أيها الناس وأنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. طيب إذا كان ربنا سبحانه وتعالى غني عن خلقه ومش محتاج إلى خلقه، فلماذا يأمرنا الله تبارك وتعالى بعبادته ونحن الذين نحتاج إلى عبادة الله سبحانه وتعالى؟ إيه رأي حضرتك الدكتور نيفين في هذا الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. حقيقة حضرتك بتتكلم في موضوع أنا بالنسبة لي بيمس قلبي، يعني عبادة ربنا ده أمر مفروغ منه، وإحنا لينا الشرف إن إحنا نبقى عباد الله وعبيد لله سبحانه وتعالى. صحيح، ربنا خلقنا في الكون يبتلينا ويختبرنا عشان إيه؟ عشان يطلع عندنا ناس مؤمنين يدخلوا الجنة وجوه يومئذ إيه؟ ناظرة إلى ربها ناظرة، والتانيين يطلع ناس يكفروا بالله سبحانه وتعالى ويكون مصيرهم إنهم محجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. صحيح، ربنا يحجبهم عن أجمل متعة رؤية وجهه الكريم. صحيح، اللي احنا بنقول حبوه سيدهشكم بعطائه. أولا العبادة أمر من الله سبحانه وتعالى لينا علشان ربنا غني عن خلقه، غني عنا كلنا، بس عشان أيكم أحسن عاملة. نعم. ها؟ مين اللي هيستاهل ياخد جنة عرضها السماوات والأرض؟ مش بس كده، رؤية وجه الله الكريم، ويبقى الحياة دي بالنسبة لنا نستاهل إن احنا لما نكون مؤمنين حق لله سبحانه وتعالى ندخل ونفوز بجنة الرحمن. فالعبادة لازم ولا بد وحتما، لأنه الإنسان لو عبد ربنا صح هيلاقي الجزاء إن شاء الله. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ صحيح، وزي ما بيقولوا أن أعمل وأعلى لذة في الجنة هي الرؤية والنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى الكريم، في الحقيقة أن أعلى لذة في الدنيا هي لذة العبادة. والعبادة دي نوع من أنواع الشكر لله سبحانه وتعالى. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عائشة بتقول له يا رسول الله، بعد ما شفته يتعبد إلى الله وتقرب إلى الله حتى تتورم قدماه، فبيقول له يا رسول الله يعني أليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ أنت ليه هذا الاجتهاد في العبادة؟ ليه هذا المشقة الكبيرة اللي احنا شايفينك فيها وانت بتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ فبيقول لها أفلا أكون عبدا شكورا، وكأن نوع من أنواع شكر ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نتعبد إليه. صحيح، ودي فيها حتة حلوة قوي الناس برضو لازم تاخد بالها، لما أنا بستزيد في العبادة شكرا لله كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. زيادة في إيه بقى؟ زيادة في كل حاجة، في الرزق، في الأولاد، في راحة البال، في سعادة. أصل السعادة مش فلوس والرزق مش فلوس، بس أكيد إن احنا نبقى مع الله سبحانه وتعالى حاسين بالرضا، لأن العبادة الصح بتوصلنا الرضا. وبعدين لما أمرني ربنا سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، لازم إخلاص العبادة. ما ينفعش أن أنا أقوم أدي زي مثلا الصلاة حركات رياضية، يلا يا سيدي لحسن ربنا يرمينا في النار، يلا لحسن نخش نتعذب، نخبط الركعتين، نخطف كمان الركعتين بيقولوها كده. ففضلتك بتخش في قصص، يعني إحنا لما نتكلم العبادة دي عايزة نعبد ربنا فيها بالحب بعد الأمر طبعا، لأنه عندنا منهج افعل ولا تفعل، أوامر ونواهي. افعل ربنا أمرني بإيه؟ عبادات، صلاة وصوم وزكاة وحج ومعاملات مالية، ومنهج أعمله. ونواهي بقى ولا تقربوا الزنا والسرقة، ما نجيش جنب الإيه حد، يعني مال الناس زي ما بيقولوا، حقوق الوالدين، الكبائر اللي ربنا نهانا عنها. فمنهج افعل ولا تفعل لازم نعملهم صح بإخلاص. وما هو الإخلاص؟
لحسن الناس مش فاهمة الإخلاص. لما سأل واحد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. قال وما إخلاصها يا رسول الله؟ قال لهم حاجة غريبة جدا، قال أن تحجزك عن محارم الله. صحيح صحيح. إذا إحنا متفقين على أن العبادة حق الله كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوابه على معاذ لما قال له ما حق الله على العباد، قال حقه أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. وأن العبادة كمان إحنا بنعبد ربنا علشان ربنا يحبنا، علشان نرزق بهذه المحبة، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل اللي هي العبادات حتى أحبه، فإن أحببت فإذا أحببته كنت بصره الذي يبصر به وسمعه الذي يسمع به، عشان كمان نرزق بالأمان والراحة النفسية. الراحة النفسية في الدنيا هتتحقق بكده، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. هذه الكلمة ليها معنى كبير جدا، يا عبادي لا خوف عليكم، لا خوف عليكم في الدنيا ولا خوف عليكم في الآخرة، طالما أنت من عباد الله. العبادة دي أعلى مقامات الإنسان، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف وأعز وأكبر وأعلى المقامات بينادى بأنه عبد لله سبحانه وتعالى، سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده. حتى الأنبياء كلهم، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله. أول نداء في القرآن الكريم في الترتيب المصحفي يا أيها الناس اعبدوا ربكم. إذن هذا المعنى، هذا المعنى هو لصالح نحن مش لصالح يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يستفيد من طاعتنا ولا تضره معصيتنا. صحيح. لكن إحنا اللي بنستفيد من هذه الطاعة لله سبحانه وتعالى. نقدر نتكلم دلوقتي على أثر العبادات على الإنسان، يعني هل الإنسان لو عبد ربنا بجد ولو تقرب لربنا بجد الكلام ده بيأثر عليه، بيأثر صحيح. على نفسه. صحيح. بيأثر صحيح. على روحه. صحيح. عارف حضرتك النهاردة أنا لما أعبد بالإخلاص اللي كنت بتكلم بيه من شوية هيجي لي حاجة اسمها الطمأنينة. نعم. والسكون. نعم. وراحة البال. وخد فوق ده حاجة اسمها الضمير اليقظ. ليه الضمير اليقظ؟ لأن أنا حراقب ربنا في كل شيء، ما أنا أصلا عارفة أن في يوم حقف في موقف عظيم أمام الله سبحانه وتعالى وحيسألني عن الصغيرة والكبيرة وعن القليل والكثير، فما دام عارفه ان في يوم هنقف بين ايدين ربنا ويسالنا، بالتالي انا محتاجه اني اعمل اليقظه والضمير الصاحي اللي هياثر عليا في عبادتي والاخلاص لله سبحانه وتعالى. لما بعمل كده تخيل حضرتك بينعكس على ايه؟ الافراد بس، على المجتمع، على الاسره، على كل حد. ليه؟ مش في راحه بال وفي سكينه؟ يعني انا لما اكون بصلي صح كده بخشوع وبجد زي ما حضرتك تفضلت، مش هخرج من الصلاة، هتعامل بهدوء وسكينة ورضا كده مع الأسرة، ولا هقوم عليهم زي ما الشيطان توعد لخلق الله سبحانه صحيح. وتعالى صحيح. وقال لربنا إيه؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. صحيح. اللي بيخش الصلاة وهو سرحان وعمال يفكر في أمور الدنيا كلها خرج منها بإيه؟ مش ده اللي احنا المقصود. احنا الصلاة بتاعتنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ما دام احنا عارفين ان الصلاه بتنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى معنى كده ان انا الصلاه بتاعت حركات رياضيه، ولا الصلاه اللي هي بالخشوع والتلذذ بالقرب من الله والطاعه اللي هي بجد اللي حضرتك اتكلمت عليها. أرحنا بها يا بلال. صحيح. مش أرحنا منها. نعم. يا شباب مش أرحنا منها ونخلصها ونجري وعايزين ننزل نقابل اصحابنا بسرعه، يقول له هخطف الركعتين هصليهم بسرعه الاربع ركعات دقيقتين اتنين وهكون عندك. ده أرحنا منها. لكن سيدنا وحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له أرحنا بها يا بلال، لأن هي بتعمل سكينة للنفس وقرب وخشوع. مش ربنا سبحانه وتعالى قال لنا واسجد واقترب؟ طيب ما حدش فكر ولا جه في باله أن الشيطان بيجيلنا من الجهات الدائرية الأربعة والجهات ستة، فوق وتحت، أمام وخلف. صحيح. يمين ويسار. لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ومين اللي قال للشيطان بقيت الآية اللي قال ولا تجد أكثرهم شاكرين؟ صحيح. مين؟ ربنا هو سبحانه وتعالى. لا هو ربنا سبحانه وتعالى حينما ينقل لنا هذا الحوار وكأنه يرسل لنا هذه الرسالة، خلي بالكم الشيطان بيعمل إيه والشيطان عايز منكم إيه، والعبادة دي هي اللي هتقربكم من ربنا سبحانه وتعالى وهي اللي هتبعدكم كتير عن الشيطان. صحيح. عشان كده قال ربنا واسجد واقترب. نعم. لأنه الشيطان مش هيجي تحت. طب فوق أماكن إيه؟
أماكن صعود الدعاء وصعود الأعمال الصالحة ونزول الرحمات من الله سبحانه وتعالى. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والرحمات بتتنزل علينا. ما ناخدش ليه الفرصة الجميلة دي؟ ما نستفدش بيها ليه في العبادة بتاعت الصلاة من أول الأذان ما يأذن وأسمع النداء؟ خلي بالكو، المسارعون إلى إجابة النداء هم الذين ينادون باللطف يوم العرض الأكبر. الناس اللي بتجري بسرعة بالعكس، ده بيقعدوا من قبل الأذان ويتوضوا ويستنوا، مستنيين بس يقول الله أكبر ويقوموا. كمان لما الأذان يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، الفلاح لن يأتي إلا بعد الصلاة، ومش أي صلاة، الصلاة بجد اللي فضلتك اتفضلت عليها. علشان كده احنا متفقين على أن العبادة لمصلحة الإنسان مش لنفع الرحمن سبحانه وتعالى. علشان نقدر نوصل المعلومة أكتر وأكتر للناس، نقول لهم المخترعات بتاعتنا. احنا دلوقتي لو عندك عربية دايما يقول لك اهتم بعربيتك، اديها الصبح كده دقيقتين بص عليها، شوف الزيت وشوف المية وشوف مش عارف ايه، عشان العربية تمشي بشكل كويس وتمشي بشكل كبير وتقدر تحافظ عليها وقت اكبر. هي العبادة كده، العبادة ولله المثل الاعلى، هي اللي بتحافظ على الانسان، بتحافظ على الانسان من حيث روح الانسان ومن حيث عقل الانسان ومن حيث جسد الانسان. هو الانسان مش قادر ياخد باله ان صحته في الرياضة وصحته في ان هو يعتني نفسه الاكل والشرب، لكن الصحة الحقيقية، الصحة النفسية، الطمأنينة النفسية الا بذكر الله تطمئن القلوب. علشان ينصلح حال الانسان لازم يبقى ارتباطه بربنا كبير. علشان كده كتير من الناس نشوفهم دلوقتي يا دكتورة عندهم فقد للتركيز، ما عندهمش تركيز. تقول له طيب انت عايز تعالج التركيز ده، ادي نفسك مع العبادة كل يوم كده في الاول 5 دقائق الصبح تركيز، تركيز وانت بتذكر ربنا سبحانه وتعالى وانت بتقول له اللهم انت ربي. تتامل هذه المعنى، هذا التقرب الى الله. اللهم انت ربي لا اله الا انت، مفيش غيرك، خلقتني وانا عبدك، انا عبدك، انا مخلوق علشان اعبدك، انا مخلوق علشان اتقرب اليك، وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. احنا بنقولها كده بسرعه من غير ما ناخد بالنا، انا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. لازم وأنا بذكر ربنا أكون خالي. عشان كده قال ورجل ذكر الله خاليا، خاليا خالي من المشاغل. بلاش وانت بتذكر ربنا وبتقول الأذكار تبقى فاتح الموبايل علشان الإشعارات بتاعت الفيسبوك وبتاعت الواتس وبتاعت الكلام ده كله هتشغلك عن ذكر ربنا، هتلاقي رسالة جاية لك فهتفتحها وبعدين ترجع تقرأ القرآن تاني، أو تفتحها وبعدين تذكر ربنا تاني. لا، انت عايز تتفرغ، تفرغ لعبادتي، تفرغ لعبادتي، تفرغ لذكري، أنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. وتفتكر وانت بتقول كده شر ما صنعت، انت عملت ايه وايه 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 عشان تتقرب الى الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا بيخاطب الناس اللي دايما بيفكروا، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. التفكر والتأمل وانت قاعد تتأمل في خلق الله، طب ليه ربنا خلق ده، طب ربنا عمل لي ده، طب ربنا اداني كذا. بزعل قوي من الناس اللي هي انتشرت كتير موجة الإلحاد ودخلت في قصص كبيرة قوي، وبيقولوا يعني استغفر الله العظيم، الطبيعة، الطبيعة هي اللي مش عارف عملت ايه، والطبيعة اللي خلقت ايه، والطبيعة اللي عملت كذا. يا أخي تفكر في الكون ده كله، بمناسبة التفكر، تفكر في الكون، الكون ده اتخلق ازاي، طبيعة ايه. ده الإمام أبو حنيفة كان بيناظر ناس في مرة فيقول لهم يعني دلوني على سفينة رست على ميناء دون ربان ولا قبطان ولا عمال ولا أي حاجة، وخدت البضائع لوحدها حطتها جواها وبعدين صارت في البحر وراحت ميناء تاني فرغت اللي جواها. قالوا له مستحيل، فيش حاجة كده. فقال لهم ازاي يعني، أمال الكون ده كله ملوش خالق وملوش مدبر وملوش حافظ. والأعرابي اللي قال، الأعرابي قال البعرة تدل على البعير والأرض تدل على المسير، وأرض ذات فجاج وسماء ذات أفلاك وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على العليم الخبير؟ صحيح. لما نقول بقى إيه الناس تفكر إزاي، يقولك حضرتك أنا أسفة أنا قطعتك، يقولك والجسم الإنسان ده العلاقة بين الرجل والمرأة إزاي؟ بص صوابع إيدك فيها بصمات ربنا بيقول عنها ده كل ده حيفنا. ها بلا قادرين على ان نسوي بنانه. صحيح. ده البنان في حضرتك بصمه صباعك زي بصمه صباعي؟ اكيد لا. ولا بصمه عينك زي بصمه عين؟ صحيح. شوف بقى احنا كام مليار بني ادم ربنا خلقهم منذ الخليقه الى ان تقوم الساعه، قدره الله سبحانه وتعالى. يا اخي فكر بس، مين اللي عمل ده
مين اللي يعني الناس للأسف ما عندهاش وعي ولا إدراك. إذن يا دكتورة إحنا محتاجين مرة تانية نعيد هندسة علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى، إزاي نتقرب إلى الله ونتعبد إلى الله، خصوصا أن كتير من شبابنا دلوقتي مقصر في الصلاة. حضرتك لسه قايلة هذا المعنى، التقصير في الصلاة. الصلاة هي الصلة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. الصلاة هي اللي هتصلح علاقتك بزوجتك وعلاقتك بأولادك وعلاقتك بزملائك وعلاقتك برؤسائك ومرؤوسيك. الصلاة صلة بينك وبين ربنا. كاميرا مع الناس خرجت وسألت الناس عن إيه رأيهم في التقصير في الصلاة وإيه النتائج اللي هتترتب عن ذلك. هنشوف هذا التقرير ونرجع لكم مرة تانية. حضرتك ممكن تقول نصيحة للشباب المقصرين في الصلاة؟ هي نصيحتي للشباب المقصرين في الصلاة، هي يعني الصلاة هي بداية الحياة كلها، فأنت عشان تبدأ حياتك في شغل أو في زواج أو في مشروع أو في أي حاجة لازم تصلي، لازم تلجع ربنا عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويوفقك. وبعدين طول ما أنت بتصلي، طول ما يبقى عندك ضمير في شغلك، تمام، العقلية نظيفة، هتبدأ تنتج كويس، هتبدأ تشتغل كويس، هتبدأ تتعامل مع الناس كويس، هتبدأ تنجح. أول حاجة في الحياة يعني عشان الواحد تبقى حياته جميلة ويحس إن حياته مظبوطة وحياته تمام وحتى نفسيته تبقى مستريحة تمام، الصلاة. أما بتصلي أول حاجة بتلقى نفسيتك، يعني نفسيتك أنت مرتاح من جواك، أعصابك هادية، بالك مرتاح، مفيش أي هموم في دماغك، مفيش أي حاجة. فأنا بنصح أي حد عامة يعني عايز حياته تبقى تمام وحياته تبقى مظبوطة، أول حاجة يبص لها وأول حاجة يفكر فيها ويمشي ويتجه ليها بالظبط الصلاة. الصلاة عماد الدين، ودوت فرض من فروض الإسلام، ولازم على كل شاب مسلم إن هو يصلي. الصلاة هي عماد الدين. الصلاة هي تنقية للروح وللجسد وللفكر وللنفس. الصلاة بتديك مفعول السحر في كل شيء. ربنا بيكرمك في شغل، ربنا يكرمك في زوجة، ربنا يكرمك في بيت، الحياة بتتسهل جدا معاك. لازم نصلي عشان ربنا يكرمنا ويبقى ربنا يرزقنا بالزوجة الصالحة والأولاد الصالحين إن شاء الله بإذن الله. المؤمن لا يعرف إلا بالصلاة، والفرق بين المسلم وغير المسلم الصلاة. فالصلاة هي اللي بتقربك من ربنا، ولما بيكون دعاك مستجاب لازم تكون بتصلي، لو مش بتصلي دعاك مش هيستجاب. فلازم الشباب عشان تكون فيه صلة بينها وبين ربنا سبحانه وتعالى ان يكون هناك صلاة. الصلاة هي عماد الدين، الصلاة غذاء للروح وللجسد، الصلاة هي الدعاء. صحيح هذا الكلام اللي سمعناه كلام كويس جدا وكلام لطيف جدا عن علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى. ايه رأي حضرتك في هذا التقرير؟ تقرير ممتاز قوي، ان الناس عندها فكرة كويس قوي عن كل الحاجات دي. الناس دي بتصلي، احنا عايزين كمان نوصل للناس اللي ما بتصليش ونقول لهم قد ايه ان الصلاة هي صلة، ولو قطعنا الصلة بيننا وبين ربنا هيكون لنا مين غير الشياطين، الانس والجن. صحيح. طيب اذا الصلاة علاقة جميلة بين الانسان وبين ربنا سبحانه وتعالى، واجب على الانسان انه يحافظ عليها. اوعى تفتكر ان الصلاة دي لما هتلتزم بيها هتضيع وقتك او انها هتشغلك عن الرزق، لان الرزق بايد اللي انت واقف قدامه. تمام، هنخرج فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل نكمل الحديث الشيق قوي عن الصلاة.
ورجعنا لكم مرة تانية وحنبتدي نستقبل اتصالات حضراتكم ونتكلم مع فضيلة الشيخ أبو اليزيد في الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه قبل الفاصل حضرتك، ابتعاد الشباب عن الصلاة وأداء الفرائض. كنت بقول إنه الصلاة صلة، ولو الصلة اتقطعت مين هيفضل لينا غير شياطين الإنس والجن؟ طيب أنا عايز أقطع صلتي بربنا إزاي، اللي هو إحنا عارفين قالها بذكر الله تطمئن القلوب، وأنا لو قطعت صلتي بربنا قطعت كل حاجة. صحيح. قطعت الحياة، أنا بسميها الحياة، لأنه الحقيقة لما حد بيعمل فيا حاجة بروح أصلي وأقول له يرضيك كده يا رب، يرضيك كده يا حبيبي، ما أنا ماليش غيره، هو الكبير، فأنا عايزة الصلة والفلاح والنجاح وكل حاجة تبقى بيني وبين ربنا، فإزاي أقطع الصلاة؟ بس أنا عايزة أقول لكم حاجة قبل ما ناخد محور تاني نتكلم فيه. خافوا، سألت حد مرة وبقول له هو أنت ليه يا ابني ما بتصليش؟ فقال لي إيه؟ أما يجي لي مزاجي هصلي، وبعدين أنا مش فاضي ورايا حاجات بعملها. قلت له خاف إن يكون ربنا هو اللي مش عايز يستقبلك، ومش حابب إنك تقف بين إيديه، ولا حابب يسمع صوتك، خاف إن يكون الرفض من عنده مش من عندك. فراجع حساباتك وارجع لربنا، وكلكم رجعوا حساباتكم وارجعوا لربنا سبحانه وتعالى، لأنه الصلاة دي أول ما يحاسب عليها العبد يوم القيامة. إن صلحت صلح العمل كله، وإن فسدت فسد العمل كله. إيه يا دكتورة ده؟ ده أنا برب أمي، ده أنا بعمل أعمال خيرة وبتصدق، كله بعد الصلاة، كله يجي تحتها، تصلح الصلاة والباقي كله إن شاء الله ربنا يتقبل. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هي فعلا هداية من ربنا سبحانه وتعالى أن الإنسان يصلي، لكن مهم كمان جدا 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 ان احنا نقول للناس اوعى الشيطان يضحك كمان عليك ويقول لك اصل انت دلوقتي بتعمل معاصي، ازاي هقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وانا لسه عامل معصيه؟ نقول له لا، انت تقف بين ايد ربنا وتستغفره وتتوب اليه، وما تقطعش صلتك بربنا علشان ربنا سبحانه وتعالى يهديك ويصلح لك الاحوال ويعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته باذن الله تبارك وتعالى. كمان من المحاور المهمه جدا ان احنا المفترض ان احنا نتكلم عنها، إن العبادات دي بتساعدني على إن أنا أبتعد عن المعاصي. يعني ربنا قال لنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أنا لما أصلي بس عشان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لازم تركز في صلاتك، مش تبقى في الصلاة سرحان في الدنيا كلها وبعد كده تقول أنا صلاة ليه ما نهيتنيش عن الفحشاء والمنكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا عن الصيام، الصيام جنة، يعني وقاية، وقاية من المعاصي، لأنه بيكسر حدة الشهوات فبيخلي الإنسان يبتعد عن المعاصي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن العبادات دي يا دكتورة بتخلينا كمان نقدر نهذب روحنا، نهذب نفسنا، نبتعد بها عن معصية الله سبحانه وتعالى. طيب هناخد بسمة من القاهرة ونرجع نكمل الحوار الجميل ده. أستاذة بسمة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحتي أنا مكالمة حضرتك دي هتفرق معايا جامد. اتفضلي مع حضرتك. انا عملت خطأ من 9 سنين. ايوه. مين يعرف؟ ف اذن الوضع وتعبت شويه وفرقني كم. لا انا مش سامعه حضرتك، الصوت بيقطع. بقول لحضرتك ان هو عرف، يعني هو عرف عملتي خطأ وزوجك عرف؟ ايوه، وسامحني بعديها وانجبت منه طفل. تمام. والموضوع ده بقى 9 سنين. لا مش سامعاكي. بقول لحضرتك الموضوع بقى له 9 سنين. ايوه. وبقى له اسبوع بالظبط دلوقتي بيقول لي لا خلاص انا مش قادر استحمل، انا خلاص وصلنا للطلاق، وقال لي انا نازل وفي الخارج مسافر. هو اللي مش قادر يستحملك؟ قال لي لا خلاص انا مش قادر استحمل، كل ما افتكر الموضوع او ايوه. وانتي تبتي من الخطيئه وهو وافق؟ هو وافق وعرف الكلام ده واعترفتي له. اذا كان ربنا يا حبيبتي سبحانه وتعالى بيقبل التوبه، ربنا سبحانه وتعالى بيبدل السيئات حسنات لما الانسان يتوب، يقول سبحانه وتعالى الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيقبل التوبه، ليه العباد ما يقبلوش التوبه لما بنتوب ونرجع لربنا؟ ايه راي حضرتك في الناس اللي هي بتسامح؟ وشكرا لحضرتك يا استاذه بسمه. الناس اللي بتقول لها خلاص وانا سامحتك وهكمل معاكي، وبعدين يفضل يذلها طول عمرها بسبب الخطيئه اللي هي اخطأتها وتابت.
هو الانسان يجب انه يتعامل بالعفو عشان ربنا سبحانه وتعالى يعامله بالعفو. الانسان لازم يعرف ان هو لما بيسامح ربنا سبحانه وتعالى هيسامحه، ولما بيعفو ربنا سبحانه وتعالى هيعفو عنه. لكن برضه لازم نعرف كمان ان احنا مبتلين ومختبرين من الله سبحانه وتعالى. يا بنتي انت تبتي الى الله سبحانه وتعالى، استعيني بالله سبحانه وتعالى، وادعي ان ربنا يهديه، وادعي ان ربنا يعينك، وادعي ان ربنا يصبرك على هذا الابتلاء اللي انت فيه دلوقتي، وربنا هينجيك. وربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا فمن عفا واصلح فاجره على الله. يا اخي ده انت هتاخد اجر وثواب كبير لو عفيت عنها. تذكروا كده حادثة أيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة اللي قال عنها إنها تابت توبة، وكانت في نفس تقريبا القصة. صحيح. مش عايز أقول الألفاظ يعني. يعني لو وسعت لو الناس كلها. صحيح، لو قسمت على أهل الحجاز لوسعتهم. معنا الأستاذة هند من القاهرة. أهلا وسهلا أستاذة هند. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بعد إذن حضرتك، أنا الأول كان لبسي ضيق وكده، الحمد لله ربنا هداني ولبست خمار جديد. تمام. بس الناس اللي حواليا في ثلاث حاجات بس انا بسال فيها. انا متزوجه، يعني بالنسبه للحواجب ان انا انضفها، مش ان انا طبعا اشيلها والكلام ده، لا انا عايزه بس انضفها لان انا متزوجه، فشكلي بيبقى وحش ما بتبقاش معموله. يعني بالنسبه للمكياج الخفيف اللي بنزل بيه مثلا من البيت، خفيف جدا، اللي هو مش مغير خلقتي ولا حاجه، انا ببقى حاطه مثلا روج وحاجه بسيطه جدا على خدودي. ايه التالت؟ تالت حاجه معلش بالنسبه للحزام، لو انا لابسه فستان واسع بس حاطه حزام ولابسه عليه الخمار ومداري الجزء ده، فعادي ولا ايه؟ معلش هاتك حضرتك معايا. ماشي يا استاذه هند، تابعينا وهنجاوب حضرتك ان شاء الله. اولا احنا متفقين على ان المرأة يجب عليها انها تستر جميع جسدها الا الوجه والكفين، ففكرة انها تتخمر او انها تتحجب بعد ما كانت مش عاملة كده، ده فضل من الله سبحانه وتعالى كبير، وده شيء كويس. فكرة الحواجب والأخذ من الحواجب، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من النمص، وحذر النامصة والمتنمصة من لعنة الله سبحانه وتعالى وطرده من رحمته. لكن بعض الفقهاء قالوا إن ده خاص بغير المتزوجة إذا لم يطلب منها زوجها ذلك لتحسين نفسها أمامه، فإن أباح لها زوجها ذلك أجاز لها بعض الفقهاء أن تفعل ذلك، لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها حينما قالت، أو أثر السيدة عائشة حينما قالت إن استطعت أن تعطي له أو أن تخلعي له مقلتيك فافعلي. أما بالنسبة للمكياج فننصحك يا بنتي إنك ما تضعيش أي شيء على وجهك وانت خارجة من البيت، خليكي كده تتزيني لزوجك، تتزيني لمن يجوز لك أن تبدي لهم الزينة. أما بالنسبة للحزام يا بنتي، إحنا عندنا ضوابط للبس والزي الشرعي، انه لا يصف ولا يشف. طالما الجسم مش محدد، مش يعني اللبس مش ضيق عليكي، واللبس فضفاض وما بيبينش تفاصيل جسد المرأة، يبقى يجوز لها انها تخرج بهذه الطريقة، لكن ان يبقى الجسم بتاعها مفصل هذا غير جائز. طيب هناخد الأستاذة جمالات من كفر الشيخ. أستاذة جمالات اتفضلي. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا بصي انا متجوزه بقالي 10 سنين. ايوه. وبعد ما ربنا كرمني وجبت اول بيت، بدات يعني انا ما كنتش بفتح صلاة خلاص. اول حاجه قبل ما اتجوز من وانا عندي 15 سنه، وانا حاليا عندي 30 سنه. ولما اتجوزت بعدها بثلاث سنين بدات احس ان بعد ما بتوضى بيحصل عندي حاله وسواس، ان انا اتوضيت غلط، لا ادخل اتوضي ثاني. وشويه وبعدها بشويه كده وفتره بدات ان انا لما اجي اصلي برضو يجي لي نفس الوسواس، انت صلاتك باطله، انت ما صليتش صح، انت صليت غلط. فالموضوع ده محيرني بقاله يجي 3 سنين. وانا زهقانه اصلا عشان بحس الاحساس ده، مع اني والله العظيم يعني ما بحب اقطع حد خالص. طب اقول لك حاجه تريحك في دقيقه واحده، في دقيقه واحده، ارمي هذا الامر خلف ظهرك ولا تلقي لهذا الحدث بالا، لانه هذا الوسواس القهري من الشيطان عشان يقهرك عن العباده. شوف يا مولانا لما يقول لك يعني انت لسه هتقوم تتوضي تاني، انت اتوضيتي غلط، هتقول لك انا هخش اتوضى طيب تاني، تقوم بعد طب انا حسيت حاجه خرجت مني، طب انا حسيت مش عارفه حصل ايه، وبعد كده لا والله ما انا قايمه، ايه الشغلانه دي؟ يعني انا اقوم كل يوم اتوضى لكل صلاه 5 6 مرات؟ طبعا دي وساوس شيطاني يلهينا عن العباده. وعشان نتقاعس عن طاعه ربنا سبحانه وتعالى ونقعد بقى حاطين ايدنا على خدنا وانا عملت اللي علي، طب بيجي لك بقى هاتف تاني، طب هتتوضي او هتصلي وانت متوضيه كده اي كلام؟ لا،
يبقى انت كده في فسق، اللي هيصلي من غير وضوء. طب هعمل ايه؟ طب خلاص بقى والله ما انا مصليه. مره على مره تلاقي نفسها ما بتصليش. فالوسواس القهري ده بيصيب الناس ذوي النفوس الضعيفه اللي بينقادوا وراء الشيطان، ويبقى سايبين دماغهم كده للافكار وسماع الوساوس. ابدا، توضيتي خشي توضي وروحي صلي، وان شاء الله وضوءك صحيح وملكيش دعوه باي حاجه. حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احنا عشان ان انا اعيد الوضوء يا اما يخرج مني شيء يا اما اسمع صوت، فان انا كده بس تهيؤات. يقول لك تهيؤات، لا، ما تعمليش الكلام ده وما تسمعيش لكلام الشيطان، ووضوءك ان شاء الله صحيح وصلاتك ان شاء الله صحيحه ومقبوله، لان هو مش عايز حد يبقى عنده صلاه مقبوله. ربنا يتقبل منا جميعا. فاصل ونعود اليكم مره اخرى. ما أجمل العبادة، خصوصا إن كان فيها إخلاص لله سبحانه وتعالى. يجد الإنسان طعم العبادة بجد، والإنسان اللي بيفقد طعم العبادة ولذة العبادة المشكلة عنده هو. ثلاث من كنا فيه
وجد حلاوة الإيمان. الإيمان له أثر كبير جدا على النفس وله أثر كبير جدا على السلوك. إيه رأي حضرتك في هذا الكلام يا دكتورة؟ الحقيقة العبادات بتأثر قوي على الإنسان، لأن احنا عندنا شهوات وشبهات. صحيح. الشهوات، تخيل حضرتك أن ربنا خلق ثلاث أصناف، الملائكة والبهائم والإنس والجن. الملائكة عندهم العقل، والبهائم عندهم الشهوة، والإنسان عنده العقل والشهوة. فلما الإنسان تغلب الشهوة عليه يبقى أحط من البهائم. صحيح. ولما يتفوق العقل يتفوق في منزلة أعلى من الملائكة. فإن ربنا يسجد يخلي الملائكة تسجد للإنسان ويحطه في المكانة العظيمة دي، يبقى لازم الإنسان يشتغل على نفسه ويتجنب الشهوات علشان خاطر يصل للمكانة العظيمة اللي يبقى أعلى من الملائكة كمان، اللي يبقى خليفة. صحيح. لله في أرض. صحيح. إني جاعل في الأرض خليفة. صحيح. معنا الأستاذ صباح من الشرقية. أهلا وسهلا أستاذ صباح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ من حضرتك يا فندم، كنت حلفت يمين على المصحف أن أنا أعزل ولادي وبعد مش عزلتهم. أن أنت تعزليهم؟ ومش عزلتهم، فعايزة أعبر عن رأي اليمين إيه باي. طيب انت حلفتي بالله ان انت تعزليهم وما عزلتهمش، صح كده؟ طيب دعينا نتفق على شكرا. شكرا. في عندك حاجه تانية يا استاذ صباح؟ اتفضلي. ايه تاني؟ لا بس عايز اعرف فادي واليمين ان انا اصوم. طيب. او اعمل ايه يعني؟ تابعينا يا استاذ صباح. تابعينا يبقى مش عقاب ربنا ايه عندي لو مش عملت. تابعينا يا استاذ صباح. احنا يجب ان احنا نتفق على ان اليمين ده بيسمى اليمين المنعقدة، سواء حلفنا على المصحف او حلفنا من غير المصحف. من حلف بالله تبارك وتعالى فعلى امر في المستقبل ان يفعله او لا يفعله، يعني حلف ان هو هيعمل او ما يعملش، هياكل او ما ياكلش، او هيعزل اولاده او ما يعزلش. المهم ان احنا اولا لابد ان نصلح ما بيننا وبين اخواتنا واولادنا ونصل ارحامنا. لكن اذا حلفنا على شيء وما عملناهوش دي بنسميها اليمين المنعقده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فكفارته اطعام 10 مساكين من اوساط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه. دلوقتي ما عادش فيه تحرير رقبه، يبقى انت الكفاره اللي عليكي اطعام 10 مساكين من اوساط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم. الكسوه ما تصح فيه الصلاه على راي بعض الفقهاء او جمهور الفقهاء. طيب ما قدرناش على كده يبقى في صيام 3 ايام وما يشترطش فيهم التتابع. لكن لو انت قادره على انك تطعمي 10 مساكين او ان انت تكسي 10 مساكين يبقى واجب عليك انك تعملي كده علشان تكفري عن هذا اليمين. ما قدرتيش يبقى تصومي 3 ايام وربنا يغفر لنا جميعا، ونحاول ان احنا نقلل من الحلفان شويه. ومعنا الاستاذه عبير من القاهره. اتفضلي يا استاذه عبير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا هو ليه انا معايا مش بسمع كويس الصوت. طيب معانا الاستاذه ليلى من بني سويف. اتفضلي يا استاذه ليلى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ مزيكا دكتوره نجيم؟ اهلا وسهلا. انا بس بسال سؤال، عايز اعرف بس اذا كنت انا اذنبت ولا لا. حصلت خلافات بيني وبين جوزي، فرحت بيت والدي قعدت شويه فرجعت نفسي، فبقيت على بيتي وعلى بنتي لسه صغيره والدنيا طبعا والظروف انتوا عارفين. فوالدي واخواتي شادين لا ما تنفعيش تعملي كده، ما لازم يجي وتاخدي حقك ومش عارفه ايه. انا سامحت في حقي ما كنتش عايزه مشاكل. بس لما هو جه البيت علشان يروحني، والدي قابله مقابله مش كويسه، اخويا قعد يزعق له، عاملوه معامله مش كويسه قدام بنتي الصغيره، وغير ان اخويا الصغير مد ايده عليا واهني قدامه، يعني بدل ما يجيبوا لي كرامتي منه لا ضيعوها قدامه خالص. فانا لما شريت بيتي وشريت بنتي قلت بقى ايه، كرامه رايحه اروح بيتي واقعد لبنتي واربيها وخلاص، عسى الله عما سلف. ورديت وروحت بيتي، فجيت وانا مروحه والدي ووالدتي قالوا لي لو طلعتي بره البيت ما تدخليهوش تاني. فانا دلوقتي عايزه اعرف، هل انا رجوع البيت والبيت وجوزي هل ده جه على حق اهلي وابويا وامي؟ رحت مره واثنين وثلاثه طردوني من البيت، ارن عليهم يفتحوا السكه ويقفلوا، احاول اتواصل معاهم لا مش عايزين يكلموني.
هل انا اذنبت في حقهم؟ هل انا قصرت معاهم؟ انا عايزه اعرف الشرع بس، والاسلام يقول لي ان انا كده غلطت، ان انا شاريت بيتي ومنعت القرار كان هيحصل. طيب بصي، انا ارجي والدي. طيب ان انا اطلع على في الفاتح. في سؤال تاني يا استاذه ليلى؟ لا يا فندم، شكرا. طيب نشكرك جزيلا، اتفضلي. احنا دعنا نتفق على شيء، ان من الخطا ان الانسان لما يغضب او ان المراه لما تغضب تخرج من بيت جوزها وتروح اي مكان تاني دون اذن كمان. صحيح، كونها تخرج من بيت جوزها ده خطا كبير، وكونك توصلي المشكله لاهلك ده برضه خطا كبير. لان بالمناسبه ما تفتكريش انك لما تقول لاهلك ان زوجك اهانك او ان زوجك قالك او عدلك ان هم هيفرحوا بكده. انت هتزرعي بين اهلك وبين زوجك ضغينة، حائط من الضغينه والحقد والكراهيه اللي مش هتقدري تصلحيه بعد كده، واللي هيوصل لان انت هتبقي لما تحبي ترجعي لزوجك، لان ده الوضع الطبيعي انك ترجعي بيتك، انك تحافظي على اسرتك، انك تحافظي على اولادك، انك تحافظي على زوجك، ان اوجب الناس حق عليك بعد ربنا سبحانه وتعالى هو زوجك. صحيح. ففكره ان انت ترجعي لزوجك هتلاقي اهلك يغضبوا منك، يبقى انت كده ما ارضيتيش حد من الاطراف. يبقى الغلطه الاساسيه اللي كانت عندنا ان احنا نخرج من بيتنا. انا دايما اقول ما تخرجيش من بيتك ايا كان الوضع. الراجل ممكن يخرج من بيته ويطلع بره شويه لحد ما الدنيا تهدى وبعدين يرجع تاني، انما انت خروجك من بيتك ازمه كبيره جدا وغلطه كبيره جدا ممكن ينبني عليها حاجات تانية. لكن الغلطات ما يعني مش هتلزق في الانسان وهيفضل طول عمره في الغلطه دي، ولا ايه راي حضرتك يا دكتوره في هذا؟ صحيح الكلام؟ انا بشوف انه طريق جنه المراه زوجها، صحيح، وبيتها هو حياتها. لما بتدخل طرف ثالث الدنيا كلها بتبوظ. فلو في خلافات بيني وبينه خليها جوه بيتنا، ما حدش يعرف عندنا حاجه، وبعدين حتى لو حد جه زارنا نتعامل معاهم بالبشاشه والوجه الجميل، وبعدين انا ما بكلموش لغايه لما تشوف المشكله، وبعدين الخطا جاي منين؟ ده خيركم من يبدا بالسلام. صحيح. لو هي يعني كلمته كلمتين وهو كلمها كلمتين وهيتصالحوا في النهايه، هيقعد مين؟ كلام اللي بره بقى، انت دخلتينا ليه؟ ما كنتيش دخلتينا. دلوقتي شرط الاب والام اهو وحطوا لها زي ما بيقولوا العقده في المنشار، يا احنا يا هم. غلط يا جماعه، عايزين نسطر على بناتنا وعايزين نحافظ على البيوت، وبلاش بقى القوة والعنجهية والعنف. نسب الطلاق فضلتك زادت بشكل غير طبيعي، احنا عايزين نحافظ على بناتنا، نلم المواضيع قدر المستطاع. طيب الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يا ربي يكرم الجميع. ناخد معانا اختنا بقالها كتير قوي واقفة، استاذة شيرين من الفيوم، اتفضلي. استاذة شيرين. الو. ايوه اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عندي سؤال حضرتك. اتفضلي. لما باجي بصلي بفتكر اللي حصل كله في اليوم، اكن واقف قدام كده الحاجات اللي بتحصل. تمام، كتر الفكر يعني. تمام. عندك سؤال تاني ولا هو ده؟ ماشي. وفي سؤال مثلا ان انا مثلا ممكن اقعد فتره لما اقرا في المصحف وكده، ممكن اقعد شهر اقرا يوم كده. تعملي ايه؟ لما اجي بقرا في المصحف. ايوه. مش بقرا على طول يعني، ممكن ما افتحش المصحف ايام. ايوه يعني بتقراي في ايام او ايام لا. ايوه. تمام. في سؤال تاني؟ لا شكرا. العفو. ناخد السؤال كثره الفكر في الصلاه. عارف فضيلتك ان كثره الفكر في الصلاه من علامه صحه الصلاه؟ لانه لو ما كانتش الصلاه دي صحيحه ما كانش الشيطان هيخش لها ويحاول يفسدها عليها ويحاول يخليها تفكر كتير في كل أمور الدنيا. لكن برضو لنا من الصلاة مع عقلنا، يعني دي علامة صحيحة. لكن مش كده، مش هناخد الأجر كامل، مش همشي معها يعني. مش همشي بقى معها، عايز أجاهد في الصلاة. صحيح. وعايز أقاوم وأحاول قدر المستطاع. نعمل إيه؟ إذا كنت بصلي صلاة جهرية أعلي صوتي وما صليش بنفس الآيات اللي بصلي بها على طول. صحيح. بحيث ان انا اتذكر واتدبر في شأن وامور الايات. اذا كنت بصلي في صلاه سريه احاول اسمع نفسي ولو بالقليل عشان انا اشوف بقول ايه، ولو حسيت ان انا سرحت جوه الصلاه اعرف ان ربنا فكرني ان انا سرحت جوه الصلاه ارجع تاني. ده بالنسبه لسؤالك الاولاني. بالنسبه للسؤال التاني، ان انا بقرا القران ايام وبسيبه ايام كثيره. لا يا حبيبتي ما تعمليش كده، لأن القرآن كلام ربنا وأحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. ليه أهجر القرآن ويبقى القرآن حجة علي يوم القيامة؟ صحيح. اقري ولو بالقليل، اعملي لك ورد كل يوم ولو صفحتين، أي حاجة تقدري عليها، خمس دقايق
اللي ربنا يفتح عليكي بيه، بكره هتكتري، بعده هتبقى احسن، لكن اوعوا نصيحه مني تهجروا القران تحت اي ظرف. ده في ناس والله بتفتح القران في شهر رمضان من رمضان لرمضان. صحيح. كلام ربنا ما يتسابش كده، كلام ربنا لازم احس ان انا كل يوم بقراه عشان ابقى مع الله. استاذه خديجه من القاهره، اهلا وسهلا بيكي. اهلا بحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا قلت لها عندي سؤال بس هم سؤالين الحقيقه. سؤال ولا سؤالين؟ هم الحقيقه سؤالين بس انا قلت لها سؤال واحد افتكرت الثاني. طيب ولا يهمك. ممكن؟ اتفضلي يا استاذه خديجه. شكرا جزيل فضلك. الاولاني انا كنت وانا في ثانيه ابتدائي كان في بنت زميلتي في المدرسه بتضايقني جامد في الفصل. فانا رحت واخده شنطه المدرسه اللي فيها كتب وخدتها ورميتها في الشارع انتقاما منها مش اكتر. انا طبعا الحمد لله الحاجه دي مش فيا، لله الحمد يعني ربنا كويس يعني. تمام. بس الحمد الذنب ده لحد دلوقتي فاكراه مش عارفه ليه. تمام. يعني بستغفر ربنا كتير وكله، بس يعني انا كنت بنتقم منها ان هي برضه مش قادره عليها، يعني هي البنت كانت قويه شويه. فكان دايما بتضايقني جامد يعني. فانت قررت ان انت انتقاما منها عملت كده يعني. تمام. بس مش عارفه. تمام. الذنب ده لحد دلوقتي فاكراه. تمام. ايه تاني؟ السؤال الثاني، انا زوجي توفاه الله يعني، وكانوا ولادي اولى سنه واولى اعدادي واولى ابتدائي. انا كنت يعني بسمع دلوقتي ان لازم يبقى في ما فيش شده في التعامل، هم كبروا واتجوزوا الحمد لله، بس في ايه ساعات يقولوا انت ما كنتيش بتعاملينا بقى بحنيه مش عارفه ايه. انا كنت يعني المسؤوليه كانت كبيره شويه عليا، فكنت ساعات بشد عليهم، اللي مش هيروح مدرسه اللي هيتاخر، اللي عايزه تخرج ومش عايزه اخرجها، واخد بال حضرتك. بس فدلوقتي براجع نفسي يعني، ما بسمع كلام دلوقتي الشيوخ والناس ان لازم تبقى التربيه اهدى من كده، انا ما كنتش كده يعني، كنت بجيب لهم كل اللي هم عايزينه وبشتغل وبعمل كل الحاجه اللي هم عايزينها، بس في نفس الوقت كنت عايزاهم يطلعوا مثاليين. فدي للاسف اخطات في حقهم. وبرده الصلاه كان باباهم بياخدهم معاهم الجامع بعد ما مات يصلوا مره والف لا لحد دلوقتي. فالمواضيع دي كلها مضايقاني ان انا ممكن اكون اثرت في حاجه من ناحيتهم يعني. تمام. فارجو الافاده يعني. حاضر. بصي يا استاذه خديجه، اولا الشنطه اللي انت رميتيها في ثانيه ابتدائي دي ذنب وقع من الانسان. ثانيه ابتدائي ما كانش الانسان بالغ يعني، احنا يعني على اعتقاد ان الانسان ما كانش في هذه المرحله، وصل الى مرحله البلوغ. لكن عموما كون الانسان يحزن ويندم على ذنب وقع منه حتى لو ما كانش في مرحلة البلوغ، دي علامة صحية جدا، لأن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى هي لها شروط: إن الإنسان يقلع عن الذنب، إن الإنسان يندم على هذا الذنب، إن الإنسان يعزم عزما أكيدا ألا يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى. وإن كان في حقوق العباد كان المفترض نرد إليهم حقوقهم مرة تانية، لكن طالما الأمر فات نستغفر الله سبحانه وتعالى ونكثر من الصدقة والدعاء لهذا الشخص اللي احنا ظلمناه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يسامحنا وأن يتجاوز عما وقع في حق هذا الشخص. أما النقطة الثانية، زوجك اللي توفى الله وانت كنت شديدة شوية على أولادك، أولا ليكي أجر كبير جدا 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 أن انت قمت بهذه المهمة، أن انت قمت على أمر أولادك، أن انت ربيتيهم، أن انت كبرتيهم. فكرة أن الولد يطلع مثالي، احنا بشر مش ملائكة، يعني احنا بشر يعني بنخطئ وبنصيب، احنا بشر معناها ان احنا مش هنبقى مثاليين، هيقع منا ذنب وهنتوب لربنا سبحانه وتعالى، ولو ما احنا ما عملناش كده ربنا هيخلق ناس بيذنبوا ويتوبوا الى الله سبحانه وتعالى. انت كنت شديدة عليهم، انت دلوقتي قدامك ان انت تصليهم وان انت تعلميهم وان انت تقولي لهم ان ده كان لمصلحتكم، واكيد ربنا سبحانه وتعالى هيأجرك اجر كبير جدا 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 على انك قمت بالدورين، دور الام ودور الاب. بص للي جاي يا حاجة، بص لي يعني عبادة ربنا وصلتك بربنا وصلتك بأولادك، وان انت تعوضي هذه الحنية في أحفادك اللي محتاجين كمان حنيتك، ومحتاجين ان احنا كلنا نقول ان حتى الأم لو أخطأت في حقنا يجب علينا ان احنا يا دكتورة نتسامح معاها ونفهم انها عملت كده لمصلحتنا. صحيح. يعني مثلا ممكن الأمهات، في بعض الأمهات مش كلهم، بيضربوا الأولاد عشان يقوموا يصلوا. صحيح. فإحنا بنقول لهم بس أنتوا بتعملوش كده، لأن حكم فقهي من دخل الصلاة وهو كاره لها تبطل صلاته. فإحنا عايزين نبقى بالحب نحببهم في ربنا، وقد إيه نعم ربنا علينا، وقد إيه ربنا ما يستاهلش مننا كده. إنما هضربه وعنفه عشان يصلي، هيصلي قدامك وبعد كده هيقولك صليته، مش هيصلي. يعني احنا محتاجين نغير حتى اسلوبنا مع الاولاد. وكمان الامهات اللي بتضرب على الوجه، نهى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن اللطم على الوجه، لانه هيقتصوا مننا يوم القيامه بالاسلوب ده. فنغير اسلوبنا وناخدهم ايه بالحسن. مهم جدا ان احنا نتعبد الى الله سبحانه وتعالى، مهم جدا ان احنا نفهم هذه المعاني الكبيره، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. العباده معناها زي ما قلنا في الاول طاعه طوعيه
ممزوجة بمحبة قلبية مبنية على أمور يقينية تفضي بنا للسعادة الأبدية. مهم جدا أن احنا نعرف أن الإنسان لا يتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما أحب إلى الله تبارك وتعالى مما افترضه عليه، وأن الإنسان يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه الله تبارك وتعالى. جميل أن احنا التقينا بحضراتكم النهاردة على عبادة الله وعلى طاعة الله، حياكم الله. ويا دكتورة يعني تحب تقولي إيه في نهاية هذه الحلقة؟ أحب أقول أنه ما تقطعوش الصلاة تحت أي ظرف من الظروف، لأنه لو قطعنا الصلاة حياتنا مش هيبقى فيها سعادة ولا استقرار ولا أمن، ولا هنحس بالقرب من الله، وهنحس أن في تعثر في الرزق وفي الأمور كلها بسبب الصلاة. لأن الصلاة صلة، الصلاة قرب، الصلاة طاعة لله، الصلاة حاضر يا رب سمعنا وأطعنا. كل من قرب من ربنا سبحانه وتعالى ونخشع سنشعر بلذة لن يشعر بها إلا من عاش هذه اللذة في الصلاة ودخل به الخشوع والقرب من الله سبحانه وتعالى في صلاته. فعايزين نحافظ على صلاتنا قدر المستطاع، وما نخليش الشهوات بتاعتنا تتغلب علينا ولا إنها تاخدنا والدنيا تاخدنا، علشان خاطر إذا خدتنا الدنيا وخدتنا الحياة ووصلنا للمرحلة اللي احنا واصلين بيها دلوقتي، نص الشباب يعني مش عايز اقول نصه ويمكن اكتر من كده والله ما بيصليش. ما بتصلوش ليه؟ ربنا محتاج مننا مش محتاج مننا حاجة، احنا اللي محتاجين من ربنا كل حاجة. ربنا غني عنا، قربوا من ربنا، خلوا دايما طاعة ربنا قدامكم، واول الطاعة دي الصلاة. فلو وصلنا للنقطة دي ربنا سبحانه وتعالى هيتقبل مننا كل حاجة. النهاردة ساعدنا وكان معانا فضيلة الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث بالأمانة العامة بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. شكرا فضيلتك على الحلقة الممتعة دي. الله يكرمك يا دكتورة نيفين، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويحفظ السادة المشاهدين. سعدنا بيكم وكل عام وحضرتك بخير. شكرا لحضراتكم، ونلتقي بكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. تحياتي لكم الدكتورة نيفين مختار.